انا مش متابعين، هو غلبان مسح لي ايباد شويه. اهم شيء اهم شيء متابعين. كنت اقول لو عجبكم الفيديو، انا اصلا ما بدات الفيديو. اليوم انا اكتشف كل المجوهرات اللي في توكا بوكا. فيلا نبدا. ادخل توكا بوكا. يلا 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 يلا. انا مدري ليش بنستعجل لما تقول مدري ايش، وادخل على طول. همشي. يلا اول مجوهرة شخصيتي هي هذه، بس اهم شيء هذه شخصيتي. نجي في هذا المحل و تجو هنا تبصروا هنا، يعني تجو هكذا وهكذا، بعدين هنا احمسوا و تدا هذا. يعني ما حد في اليوتيوب يعني قدر يفعله، يعني قدر ما بش ولا فيديو ناس يلقوا هذا مجوهرة. أنا اكتشفتها أنا صدرة، يعني صدرة فعلت فيديو وهي بتكشفه، وأنا فعلت فيديو وأنا بنكشفه هو هذا. مش نلبس هذا المجوهرة، والمجوهرة الحين نجيب للمجوهرة اللي بعدها. فيلا let's go. نسيت لا ونجي هندي شخصية حقي وتبصروا هنا ابعتوا هذا وهكذا وهكذا. ويلا للبقعة اللي بعدها والبقعة اللي بعدها هي المدرسة. ندخل المدرسة متابعين ونجي هنا وتدا هذا اكتشفته من نفسي، هذا المجوهر اكتشفته من نفسي. يعني ندي اي شخص هذا يعني الاب يمسك المجوهر اللي بعدها. والله ما عندنا هذا اثنين. اهم شيء اوي يلا واحد اثنين ثلاثة. ايش اسمه؟ قلت صح. ايش توريكم حاجة بسرعة 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 نخليه 20 من الشمس وظهري. ترى متابعين لما يكون 20 وتطفوا كل واحد اثنين ثلاثة. اوه صح بحاجة مسررة. لا ما قصدي هذا. ظلنا ما ينفعش في هذه البقعة، فايش نفعل؟ جو في بقعة مظلمة وهي هذه. واحد اثنين ثلاثة. واو بيضوي وشها. اوه كل شي بيضوي. اوكي. ندي له هذه وهذه وهذه ونسرش كل شي. مش متابعين هذا هو الفيديو. انا عارفه انه قصير جدا وغير يعني نجمع كل المجوهرات. وعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب وضغط الزر جنبي وشير و باي.